الشيء الغريب جدا لما تشوف الواحد يصل إلى مرحلة الكفر بالله تعالى، يكفر بالله ويسوي أمور تجعل الإنسان يخرج من الملة عشان ينتقم من شخص. واحدة تنتقم من ضرتها شركتها، ولا تنتقم من زوجها، ولا تبي تحاول أنها يعني تخلي الزوج خاتم صبحها كما يقولون، تسحر تسوي أي أمور الله المستعان تصل إلى الكفر عشان تنتقم أو تقضي شيء في نفسها. تو الآن قبل شوي تكلمني واحدة تقول شيخ أنا لقيت عند باب شقتي صاب بين دم والظهر مسويين عمل وسحر عند عتبة البيت، بتصور الصورة هذه بترسلها لي. إذا لقيت عمل ولقيت سحر ولقيت شيء في البيت ما سبي شو سوي؟ حين أنا لقيت سحر عند باب بيتي وحاطين كاسرين بيض وكاسرين مدري إيش. في كذا واحد يشتكي يقول سبحان الله، يقول واحد يكلمني أيضا يقول أمي للأسف جات بشقتي تزورني وليتها ما جاتني، هذه هي أمه، يقول لقيتها كاسرة وراشة ملح مسوية طقوس عند باب شقتي، يقول مصيبة أنها أمي. يقول لما شكيتها وصارحتها، يقول أنا عندي كاميرات بالعمارة اللي ساكنها فيها كاميرات، شو تومي تسوي؟ قلت يوم ليش تسوي؟ قالت يا ولدي أنا عشان أحميك من المرة هذه اللي تماخذها. خطوات كلامي، أول خطوة إذا لقيت سحر في البيت ولقيت شيء في البيت لا قدر الله، أولا توكل على الله تعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، هذا واحد. ثانيا يعني قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثالثا ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، خل عندك إيمان بالقدر خير وشر، هذا واحد. أمر الثاني عندنا طرق تمنع ولو حاطين الساحر عند الباب، اليقين إني أنا أعتقد أن الله هو الحافظ، احفظ الله يحفظك، أعتقد أن الله تعالى هو يعني أليس الله بكافي العبد، الله بكفيني، الله الحافظ، خلي عندك يقين. واحدة بس شافت دم ما قامت تدش البيت، شافت سحر وبعضهم يبيعون البيت وما يدخلوا البيت، والله الله الله وين راحت العباية بس لابستها، وين النقاب اللي انت لابستها، وين الدين اللي تدعينه، وين الصلاة، لا لقينا سحر، وين اليقين والعقيدة. ولو أكلت سحر نسأل الله السلامة معك، ولو سووا ما سووا، ولو خذوا من شعارها وخذوا من ما أدري إيش، وين اليقين والعقيدة؟ فالعقيدة تبان بأن واحد يكون صلب جامد أمام هؤلاء الناس. من وراك سندك؟ لما واحد يتكلم هو راهي ما تقدرون، من وراك أنت؟ إن مع ربي سيهدين. لا تخافون يا حريمنا، أنتم بس لو شفتوا سمعتوا اسم طاري سحر ولا عين أبد الله من الساعة انسرخنا قطينا مثل ما ينزع أحدنا رداءة واحد منا تنزع عقيدتها، لا أتوكل على فعل ما ألجأ إلى ساحر مثل ما يسوون. الشيء الثاني عندنا القرآن دواء لكل شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لقيت سحر، لقيت حطي مدري شنو عمل في البيت، البقرة أخذها بركة، تركها حسرة، ولا يستطيعها البطرة. أكبر ساحر والله ما يقدر إذا معك القرآن ومعك الرحمن عز وجل الذي أنزل القرآن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول إن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ في البقرة. صارت أمور أنا لو أقولها يمكن ما تصدقوا، لا تظنوا أني أنا أسوي رقية شرعية ولا كذا، أنا أعلمكم الطريقة الصحيحة للرقية الشرعية. أرقوا أنفسكم بأنفسكم، لا تجيبون واحد يقرأ على البيت، لقيت السحر، لقيت عمل خدامة مسوية مسوين كذا، البقرة باستمرار. لو الحين هذا لقيت الدم عند الباب تاخذ ماي، هي تقرأ على الفاتحة 7 مرات 5 مرات يعني وتر، مع المعوذات مع آية الكرسي تنفذ الماي وتصب على الدم هذا، وإن الله سيبطره، إن الله سيبطره، تعتقد بالآية هذه إن الله سيبطره، الله سيبطر هذا العمل، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله معنا، الله ما يكفينا، فتوكل على الله ولا تخافون، الأمور طيبة. لقيت دم، هذه رسالتي لك الآن. ثانية تقول لقيت سحر حاطين بسطح الحمام، ولا سطح الحمام، قلت على سطح كذا حاطين على الديكور مال الحمام. لقيت يقول لا في شعر أمي، مش أسوي الأندونيسية ظهر أو الأثيوبية، ما أدري شنو خدامتها. ولو لقيت ما لقيته. طيب الحين أنا لقيت الشيء المربوط، المربوط أنا قلت لكم إياه وبقول لكم بعد باللقاءات الجاية، أفك العقد برا، ومع كل عقدة أفكها أقرأ الفاتحة وآية الكرسي، وبالذات ومن شر النفاثات في العقد، هم عقدوا السحر وأنا أنفث عليها، أقول من شر النفاثات في العقد، العقد اللي عقدوها أنا أنفث عليها المعوذات وبس. بس إيه بس شنو يعني؟ ما أجيب مطوع شنو جاي يصبغ البيت؟ لا يعني فرمة البيت، إيش راح أسوي مطوع؟ بقرأ قرآن، أقرأ قرآن أنت
بس أنا شنو أنت؟ ما عندك إلهنا مو واحد؟ الله تعالى مو ناصر عبادة؟ الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. ومن الإيمان ومن كمان الإيمان أن نعتقد أن الله هو النافع هو الضار، بيده أن يكشف الأمور كلها وينصر عباده ويؤيدنا. لكن يا حريم اتقوا الله، لا تروحون حق سحر وكهنة، ولا تروحون عند ناس يفكون فال ولا يقرؤون ما أدري شنو. احذروا يا نسائنا، تبين الله هدي الزوج بالطرق الشرعية، خايف أن يتزوج عليكم وزوج يخونها عادي، ده عادي بس لا يتزوج علي. واليوم بالليل إن شاء الله أقول لكم قصة أدري يمكن بيصير أنفولو من كثير من الحريم، لكن اليوم وعدنا إن شاء الله بقول لكم موقف غريب جدا. إذا الله يسر الأمر، إذا يسر الأمر بإذن تعالى الليلة بقول لكم إياها إن شاء الله تعالى. هذا واحد عسكري كان يداوم في منطقة اللي هو يسكن فيها، وتم ترقيته إلى رئيس مركز للشرطة، لكن في منطقة في شمال السعودية. انقلوا هناك وراح منطقة تبعد يمكن 1000 كيلو. يوم رحت هناك يقول واحد من العسكريين متميز وذكي الله مبارك، والله عطاه جمال وسامة، وسيم الشاب، يقول أخلاقه طيبة، توديت معه وكذا، صرنا يعني أصدقاء. بعدين قلت إذا هذا جماله كذا الله مبارك وسيم، يمكن عنده أختي زوجني، بيأخذ على مرته الثانية، الله يعينكم يا الحريم. فيقول سبحان الله صارحته، قلت يا فلان ما عندك أخت تزوجني، ما شاء الله عليك أنتم الله مبارك. قلت والله بشرب سعدك لكن، قال لي أنا، قالت عزاب الآن هنا، قال لي والله عزاب، قال بشر الله بسعدك وانت شرف، عندي واحدة من خواتي بس خلني أشاورها. راح عند أختي شاورها وكلمها، لا يقول قعدت يوم يومين ثلاثة أنطر، كان يطول علي وجيل بعد 3 أيام، قال أبشرك تمت موافق عليك، وبكرة العصر إن شاء الله تعالى راح تزورنا وتشرف فيك ببيتنا يعني تشوف المرأة رؤية شرعية. يقول أنا ما صدقت، أنطر العصر هذا، يقول ما نمت ليل عصر ثاني يوم، يقول يا رجل يوم رحت أشوف المرأة اللهم بارك آتاه الله جمال ما الله تعالى به عليم. يقول أنا انبهرت وقالوا بإذن تعالى إحنا موافقين عليك، وشاف البنت قال أنا اللي موافق أصلا. فأم العيال ما تدري الأولى، الله يعينها ويصبرها، وقالوا خلاص عرسك إن شاء الله تعالى نحدده بعد يمكن شهر. بعد شهر حب أن يسوي عرس في الاستراحة عندهم كذا، يعني عرس ملموم، عرس عائلي، عزم ربعه في الدوام وكذا من الكلام. يقول يوم العرس جاءت الطامة والمصيبة، يوم العرس شوف الحظ إذا جاء، إذا واحد الله مستعان جاه البلاء نزل عليه الله مستعان. يقول شوف العرس حركة مو طبيعية، خل عرس داش طالع كذا، وجهه متغير داش طالع، لو جي فيها شيء. قلت له الله يسر العلم، ورد أخوه قلت تعال فلان العلم، قال لا لا يعني، قال عسى ما شر في شيء، هل شوف داش طالع العلم حركتكم غريبة. وعندها أخوان هي أكثر من واحد، لكن أنا بعض أخوانا ما شفتهم إلا بالعرس، يعني لما خطبت يعني حاول يكون يعني عرس ملموم. قال عسى ماشر، هلا قال أخوها والله يا أبو فلان لو والله إلا الشر عينه وعلمه. قال أفا العلم، قال هو أنا عندي واحد من أخواني كبير أكبر أخواني وعله وقارشة ومهاوشت ومشكلتي على ما يقول عندنا، رجال راسه شر، سمع أختي بتتزوج وجاء من الجنوب جاي الشر فيه، تخيل. يقول جاء عشان يبطل الزواج هذا، قال شلون تزوجونه ما تقولوا لي، اصلا انا واحد من ربعي في الجنوب قال بتزوج اختك، وانا قلت له اعطيتك كلمه، قلت خلاص انا راح ازوجك، خلنا رد وازوجك، تروح تزوجونه من وراي وانا ما ادري، والله ما يتم العرس، لا ارميه وارميكم كلكم وارميها هي بعد معاها، خلاص حضرت، حضر الشيطان العلم. قال خلاص يعني ايش السواد، اسوات الله احسن يعني، قال والله شلون كذا 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 صار، قال والله يرميك هذا، والله صاحي اخوي هذا نعرفه فيه وشه مو طبيعي رجال الله المستعان. يقول انا اشد واجذب معه خوي العسكري هذا، خوي الثاني جاء قال يا فلان العلم سماش، قال ود هذا يقول اخته اخوها جاء ولا راح تم العرس وكذا كذا، قال شنو المعازيب والناس يروحون كذا يعني ما راح تزوجوني، قال والله اخوي، قال انا ولدك ابوي، يقول انا والله لازوجك الليله قسم بالله الكريم الليله ما تنام اللي هي عندك، الساعة كم الحين؟ قال الساعة 6 المغرب، قال ما تجي الساعة 12 هي داخلة عليك. قال ود المشكلة المأذون موجود، الملات موجود المأذون، يقول روح طلع بطاقته وقول لهم يعطيهم الملات، قلت تفضل طال عمرك انا وكيلها وهي ابو توفي وانا وكيل العائلة وزوج اختي. قال تم اختي، قال تم
يقول خاص انا على الاقل قبل العرس يتم، ما يقول ان هذا عرسه ما تم. تدري بعض الناس تحب تسولف. المسكين العروس اللي لبست وتجهزت سبحان الله بيوم عرسها ما توفقت، وهالمسكين هذا اللي حاط بباله هالمره هذه شوف شو لفته الطويله هذه كلها، سبحان الله من نفس الليله تحول العرس الى واحده ثانيه. شوف الرزق شلون ياتي. راح ذاك عندها قال حبيبي احنا بقريه وحريم نعرف بعض كذا، والنادي صار وقتهم في واحد من الحريم تعرف تضبط الحريم حق العرس جهزها. من هالكلام الليله والله تدخل عليها سبحان الله، وجه ملاك وملاك وزوجه اخت هذا، هو كان طايق من هذا خويه الاولي، يقول سبحان الله زوجنا المأذون وخلصنا ولا حد درى بالموضوع. الناس شافوا ربكه بعدين عادي، يعني كان البوفيه تاخر او كان العشاء تاخر، وعقد الزواج على الثانيه. تخيلوا شوف الرزق، عقد زوج على اخت الرجال الثاني البديل على ما يقولون. يقول سبحان الله وانا يعني خلصوا الناس عشاهم وانطر واحتري وتري على ما يقولون الساعه 12 على ما يجهزون هالمسكينه. وانا قاعد شوي انطر يقول سبحان الله وانا توني بروح سبحان الله شوف التغيير. الا جاني اول واحد اللي جيت باخذ اخته، يقول جاني سويت نفسي زعلان، امر العلم قال كان يبتسم قال ابشرك اخوي تلاج معانا صارت مشكله، وقال في لعنتكم لا عدا بيكم ولا زوجوها اللي تبون انا عم عادي شغلي. ها جزاي اللي صافطها واحد من ربع وزوجها واحد ما ادري شنو وكل من الكلام خلاص ما عاد، وطلع من البيت ورد الجنوب، والمرأة جاهزة على لبسها وحياك الله الليلة. صدمة شلون؟ قال المرأة جاهزة تنطرك اللي هي أول واحدة شفتها. فينطر هو الرجال سبحان الله فجأة قال تعال خذ المرأة ويدقون على الملاج تعال يا مطوع تعال اليوم في زواج بالجملة اليوم. جاء قال الشيخ خلاص عقد على هذه الأولى بعد. صدم المأذون جاء المأذون وعقد على الأولى اللي كان بياخذها، والثاني خلص منها وتنطره كخلني أضمن البضاعة الأولى. الله المستعان شوفوا بعض الرجال الله المستعان. فسبحان الله عقد على هذه، لكن من باب الأمانة بأنتم ردتوني في البداية أنا لازم أعطي الأولى حقها. راح لها في الليلة هذه بات معاها، فما أذن الفجر وراح إلى الزوجة الأولى اللي كان هو مختارها في البداية. ففي الليلة هذه سبحان الله تحول إلى زوجة، من زوجة إلى زوجين. فرزق هذا الإنسان وقد يكون ابتلاء عليه بهالزوجتين هذه. وفق الرجل بأن اختار رجال اشتروه وله عيب واحد يعرض اخته حق واحد يحبه ويثق فيه، ولكن إنسان لا يعدد حتى يكون فعلا قد التعدد. إذا الأولى قصرت معك أو لا قدر الله يعني تستطيع أنك مو تهددها بالتعدد، هددها لا أنصحها وأعظها. فبعض الشباب عنده انا ذي الحري ما احب السالفه هذه، بحاول الف الشاهد من القصه هذه كلها بعد ما انتهت يعني الندبله وندبه الى الشمال رد الجنوب الله يعين الاولى ويصبرها، رد الرجال ومعه زوجتين غير الاولى. هل هو سعيد مستانس مستانس؟ علمه عند ربي. الشاهد من ذلك الواحد يجب عليه ان يوكل امره لله تعالى، فالله تعالى عطاؤه اذا اعطى اي انسان قد يوفق. طبعا يستفاد منها أن الله تعالى قد يغير، لا يرد القضاء إلا الدعاء. القضاء الله تعالى يغير بدعائك، بقضاء من الله تعالى وفضله عز وجل ثم بدعائك. ينزل القضاء فيصعد الدعاء فيعتركان فيقضي الله أن دعائك يغلب القضاء فيرد القضاء. الدعاء يرد القضاء نعم، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. من كان يتصور أن هذا تتزوج بنفس الليلة؟ من كان يتصور أن العرس يلغى؟ كله عند الله تعالى في كتاب. عسى ربي يحفظ بيوتنا وجعلها مطمئنة وعامر بطاعة الله تعالى، يسعد المتزوجين ويوفق العزابي إلى الزواج حياة مستقرة سعيدة. لا أظن أن أي إنسان يكون معدد هو سعيد أو واحد يعني ما هو معدد ما هو سعيد، لا. السعادة الحسنة قد تكون امرأة واحدة عن 10 نساء. عسى ربي يحفظ البلاد والعباد ثبتكم على طاعته.